بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ونعوذ بك من حال أهل النار، أمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يزاريو درساتشن من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله ونفعنا الله به. من دينا في شرح باب صلاة الجمعة ويعلنا حديث وتشاتشن هنا ودي ما ترشى وما راف يقرب نونجي جنا لا تناك أنا منا يزاريو مجمع حديثاتشن يمي هنا يا حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نو يقوم نوم بساتشو حديث لا ينبرة ودي الجمعة صلاة الشوار كتتشالة شوار على بزيا ودو أدرجو كزيا ودي الجمعة صلاة ودي متسجد بالصلاة صلاة ودي متسجد بالسفرة هيدو الله شالله تنيا السنة اللي تنسجدو كزيا إمام خطبة ونشارس وسكم يعتناك درس أتبلو كاستو جار جمعة صلاة يسجد يسوا بديمرو يسرق أن وانجل إن دم يمر لا صغائر وما لتره كبائر جمهور الشاة لا بد من التوبة أنه يعلوت الناس صغائر وشي مارو اللي تاليم ملو نايت النبر يقومنا أهنم يا سيدنا أبو هريرة حديثنا رضي الله عنه أرضاه من الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة يجمع صلاة يجمع أنكن عند كذي أنا سو أستوى سنة يجمع أنكن بتأم يتكبر كأنه بلنا المجيات الله فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة عند سماع شهود من دين ويالوت فقال فيه أي في يوم الجمعة بجمعة أنست علالو يترجعت أنا ساعة ساعة مالت هي سلسة سكون دي من لو مالت هاي دي اللهم زمن جزية الله تعالون دي تاينة جزية لا يوافقها عبد مسلم عندي مسلم يهونا باريا سيتم بتواني يهونج ياتشن ساعة ما انتنا ياتشن ساعة ما يقات ما يهونا وهو قائم يصلي قم يسجد يلا يسأل الله عز وجل شيئا يهونا نجر ملكام نجر وانجل سايهون زمدنا مقرأ سايهون كذا طري يهونا كذا هج يهونا النجر الله أن يميل من هنو إلا أعطاه إياه يعني يتأيك أو النجر يسات أو بيهون انجي ياتشن ساعت أياقات أموم اندي هنا الساعت هالك كاقات أمتشو إمي سات أو بيهون انجي بلو تناقروا يجمعوا عن فضلنا كبر لك أنهم سيناقروا نقوله يجمعوا عن خاصية عن بيهنا ونجي هي بتشايد لهم مركات فضائلو تشين ديالوت مقبي علي من ديالك واتشو أباتاتشن آدم عليه الصلاة والسلام يتولدوا بات ودي جنة يقابوا باتم يوطوا باتم ناقم يكعام كان يزيش عالم فسعام يميوهن باتم كالين ديهونا ليلوش لوش فضائلوش شالوت يزيشم أمات هاللاق سطوتان ديهونات أقوم يالو الزهلا يدقمو فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم هي عبد مسلم حال أول لتال وهو قائم يصلي حال ثاني يسأل الله عز وجل شيئا حال ثالث سوست حالو شالو عبد مسلم هنا اللبت عندما نيونم غغمان غغ ويم امنتي لللون سو سايهون وهو قائم يصلي هي قائم يصلي على ودي فيت منتن يميلن سلاله قوم يسجد مات منتظرا لها نو منتن وهو قائم يصلي مات منتظر لها صلاه يميطبق هونو معناته نو انجي اهم بميلوت ودي فيت غزيون كازيس كازيس نو بميلو بس ساعات لا صلاه يميقوم بس ساعه سلال هنا منتظر للصلاة كأنه فيها نو كما جاء في الأخبار برسول الله عليه الصلاة والسلام حديث دي متاو يا وديفتنا على نزه على نبت حديث لي أن يصله هنا نو وهو قائم يصلي علوت
ان يسال الله عز وجل شيئا كلمنم ذم بلو صلاه است سله هنا بتا يدلم يسال الله تعالى شيئا اللهن يهنا نغير يطيق اياغطمهم الا اعطاه اياه يعني يطيقوا نغير يمسطوا بيهن انجي دميلوت يا كلنا نعقالن جمعه كان ساعه الاجابه عندي الله الله በማንኛውም ሰዓት بنለምነው مرحبا ይላል ይሄ ግን የተረጋገጠ ነው ያቺ ታጋጠመችው አለች ሁሉ ጊዜ በየጁሙአው አንዳንዶች በጣም በሚገርም ሁኔታ እሳቸው ይሄን ባሉበት ሰዓትና ወይ መሳቸው ጊዜ ነበር እንጂ ኋላ ተንስቷል የሚሉ አሉ ይሄ የሚገርም ነው እኔ አንዳንዱ ሰው ስስት በጣም ያአላህን ሰዓተ ረህመቲህ የማያውቅ ይመስላልና እንደዛም ያሉ አሉ አለ እስከ ቂያም ቀን ድረስ ነው ለኡመቶቻቸው ነው ለዝኩ ያስተላለፉት ላ ይዋፊቁ አብዱ ሙስሊሙን እኔ በህይወትስ ካለሁ ድረስ አይደለም ያሉት ሁሉ ጊዜ እንደሆነ ነውና አለይ ሰዓቱ አላህ ያጋጥመን ይወፍቀን ወአሻረ ቢየዲሂ ይቀልሉሃ አሉ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فيه ሰዓቱን በሚሉበት ሰዓት በተግባራቸው የጠቆሙት ያመላከቱት ነገር አለ يقللها تنش ساعات غزي اندي هونهج بمغلصم انديت نبر يادرغوت يه انمولاچون وسطواچو انتلاي انمولالاي ازچلاي اندي هرغو اندچ بمالته ويم ازچلاي ازچم اندچم منلات نغر علچنا زورو زورو يهونهج نغر اندي چارغو تنش غزي لمالته بتكباراچو انداوم وفي روايات للمسلمين يه اندي الله بز لفظ متفق عليه نبر لا مسلم جن بهني باندي زغبا من حديث ابي هريره رضي الله عنه صحابي ياوناچو وهي ساعه خفيفه بميل بقال نو يجلصوت فيه ساعه وهي ساعه خفيفه بلو علچ عندي ساعه اسوام قلال بتام تنش ساعه نچ بلو لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله عز وجل شان الا اعطاه اياه يميلو እንዴ አለ ይሆናል ማለት ነውና እንዴ አይነት ሰዓት አለች የሚል ነው ያው የጁሙአ ቀን ስለ ጁሙአ ሶላት ይያወራን ስለሆነ ቀኑም ላይ እንዴ አለ ፈድልና ደረጃ እንዴ አለ ዙህባብ ላይ ይሄንንም ያው ሊያስተውሱን ፈልገው ነው ሐፊዛችን ማለት ነው እንጂ ስለ ጁሙአ ሶላት ባቡ ሶላት ጁሙአት ነው ያለ ነው በተለይ ይሄ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ቢሆንም እንዴ ባቡ ሶላት ጁሙአት ስለላሉ ነው እንጂ ስለ ቀኑ ፈድል تلك فضل ديالو لا مجلس فلقونا هن يامطولن وعن ابي برده رضي الله تعالى عنه عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه رواه مسلم ورجح الدارقطي انه من قول ابي برده በጣም የሚገርም ነው እቺ ጁሙአ ቀን ያለች ሰዓ በተግባር እንዲቻርገው ቀላል እንዲሆነች ወይም እንዲቻርገው እንዲያርገው ቀላል እንዲሆነች ገልጸው ነበር በቃላቸው ወሄ ሰዓቱን خفيفه ብለው ነበር في روايات مسلم ابو بردا يتسنوت تابعي عامر بن ابي موسى عامر ነው ስማቸውና من مشاهير التابعين አባታቸው سيدنا علي سيدنا عبد الله بن عمر ሌሎችንም ሰምተዋል ምንድነው የሚሉት ይሆ تابعي عن ابيه عن ابيه ابي موسى الاشعر عامر بن عبد الله بن قيس ناتشو انت ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس سلهنا سماچو لجيو عامر ነው የሚባሉት ካባታቸው عن ابي موسى ማለት እንችላለን عن عبد الله بن قيس ማለት እንችላለን عبد الله بن قيس ማለት هو ابو موسى الاشعري سلهونو ማለት ነው እና ካባታቸው ይዘው እሳቸው ደግሞ ምን ብለዋል قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ይላሉ يا الله ملكتني سلو سمعتالهني هي اي الساعه التي فيه في يوم الجمعه يالچو ياچي استجابه ياللبات يستجابه وساعات ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه الى ان تقضى الصلاه ما بين ان يجلس الامام على المنبر حين الاذان معناتها انجي امامو منبر راي اندي وطا ያው ሰላም ብሎ ቁጭላል ሙአዚን አዛን ያደርጋልና ያው በስታቸው ጊዜ እሱ ነበር ይሄ የመጀመሪያም ሁለተኛ የሚባል ነገር የለም አዛኑ ያ ነበር በስታቸው ጊዜ በነሰይኑና ዑመርም ሐታ في خلافه سيدنا عثمان መጀመሪያ አካባቢ ላይ
እንደዛው ነበርና ኋላ ናቸው ኋላ ነው እሳቸው ናቸው ሁለት ጊዜ የጁማ አዛን ያስተረጉት እዛ ኹጥባ እንትን ለኹጥባ ሚንበር ላይ ወጥተው ሰላም ብለው ቁጭ እንዲያሉ ተዛ ሰዓት ጀምሩ አሉ። ይሄ ማበይን አን የጅሊሰል ኢማሙ አለል ሚንበሪ ቀብለ ኹጥባ حين الاذان الى ان تقضى الصلاه اي صلاه الجمعه የጁማ ሶላት እስተምታለት ከዚ ሰዓት እስከዛ ድረስ ማለት አይደለም። ይሄማ ምን ተቅሊል ይደረጋል እንግዲህ ቢያንስ ከ25 ከ20 ደቂቃ ያላነሰ እንደ ኹጥባ 10 ደቂቃ የሚያረግም የለም لخطبة ودي هيا لصلاة عمس ديك آنو ينيا بتغلا بيتوش سلوهنا هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة يهن يكل ديك آمي وسلي عديل لك ميش ساعت بطان كزيهس كزع يتبوت علين ديهن بات التاوكم عندي نيو ساعت سوامت جنب بالساعة زمكا كلاين ومالتنا هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة صلاة جمعة صلاة اسكمت تال إدرس እንግዲያስ እዚህ ማከል ተሆነ ይሄ ሰውዬ በዚህ ሐዲስ ለመስራት ዱዓ ሲ ወይስአሉ አላህ አዘ ወጀለ ሸይአን ያሉት እንደው ዝም ብሎ ቁጭ ስላለ ኹጥባ ስላዲ ያመጣ አይደለም ያአላህን የሚለምን ሆኖ ስለሆነ ያሉት ድምጹን ከፍ ሳይያደርክ ጎን ያለውንም ሰው ሳይረብሽ ኹጥባ ያዳመጠ ዱዓ ማረግና መለመን በሁዱር አላህን መጠየቅ ይችላል። ይሄንን ሰዓት ለመጠባበቅ ሶላት ሙስጥ አለን ሰዓ መጨረሻ في اخر صلاتنا السجود لاي عند الزهود وعاب ما درج ذ بوتا لاي ماكل لاي ياللون انغدي مفلق نو دعاء ميدرج باچو بوتاواش لاي بايهون گن انداو يالا ذا خطبه يتدرج سو ديمو بوگون يالقسه ويچوها يادرج معنات ايديلم ديمص البا يهونه انتن بوستو بحضور اللهم متيقنا ይሄ ሰዓት እዚህ ላይ ሊሆን ይችላል ብሎ መከታተል ይችላል ነው ያሉት። ሐዲሱ ሙስሊም ናቸው የዘገቡት ግን አዳረቁት ነው ያው ብዙ ጊዜ እንዲያስተዋውቁዋቸው በጣም ለየት ያሉ ታላቅ ኢማም ናቸው ሚን አህል ጀርህ ወተዕዲል በጣም ጠንከር ያለ ክራይቴሪያ ያላቸው ታላቅ ኢማም ናቸውና አንሁም ሚን ቀውሊ አቢ ቡርዲያ ብለው ይሄን የሙስሊም ሐዲስ እንደዛ አድርገው ረጅህዋል። የአቡ ቡርዲያ የራሰው እዚህ ታቢዒዩ ንግግር እንጂ የአቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ተሳቸው ደግሞ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰምቻለሁ ያሉት አይደለም ብለው ረጅሁ ሒዲዋል። እንግዲህ ተርጅሐቸውን እሳቸው በምን እንደረጀሁት ሹራሆቻችንም አልጠቀሱትም። የሚገርም ነገር ነው ግን ይሄም ሰሚዕቱ ብለው እንትም ብለውት ይሄም መረጀህ ወይም ማዕሉል ነው ቢባል እንኳን يهونا نغري تدرسبت بطنات يعني ورج حد على قطري انه من قول ابي بردا لا من قول ابي موسى ان قال درغوتم ايه يا مرفوع كمهون ودي حالا يلم درسنا يالوت عند الشاريحوج يهن عندون نيازو يحفظاتن ماماطات ايه يزك استجابه ساعه عنده ايه نو يمياسيزو وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه في حديث عبد الله بن سلام علم اليهود يا قبل الاسلام معناتنا تعلق الصحابي زننياو من اكبر احبار اليهود انداوم كتلالقوچو انتن تعلق عالم ناتچونا ابو يوسف يبال يوسف يميبال لج نبراچو نا مدينه ودياو اندي بغبو بتا اكبابي نو يسلموت ياو اسلمناچو اغباب لاي راسو بزو تاريخ الله ان ابن ماجه زندي كعبد الله بن سلام بتيازه سبطال وجابيرين عند ابي داوود والنسائي عند سنن ابي داوودنا وعند سنن النسائي دغمو كجابر بن عبد الله سبطال انها ما بين صلاه العصر الى غروب الشمس انها بين صلاه العصر من بين صلاه العصر الى غروب الشمس كعصر صلاه اسك صحي اسك متطلق درس كعصر صلاه ان ተተሰገደ በኋላ ማለት ነው ፀሐይ እስከምትጠልቅ መካከለ ያለ ነው ወይም ከአስር ሶላት ጀምሮ እስከ ፀሐይ መግቢያ ድረስ ናት ብለው የሚል ከረሱል አለይሂ ሰላቱ مرفوع የሆነ ማለት እኮ ነው። አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ኢብኑ ማጅህ በዘገቡት አቡ ዳውድና ነሳኢ ደግሞ ከጃቢር ኢብኑ አብዱላህ ረዲየላሁ ዐንሁም የታዘ አንሃ ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس እነዚህ ሁለት ጊዜዎችን እዚህ ላይ ተሰውልናል።
لنجرو بتعم وديفت سفي خلاف اندي الله كهربا بلايه مهون اختلاف اندي الله نيتا قوموت السنة نجرسه. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا قولا أمليتها في شرح البخاري بتعم يقر. وقد اختلف فيها أي اختلف العلماء علماء الإسلام تلايتوا فيها مات في هذه الساعة بزيش استجابة باللباس ساعات على أكثر من 40 قولا كاربا بلاي 43 يميهونو قولو تشالو كاربا بلاي ما تاتشو سوست سلالنو على أكثر من 40 قولا نو يالوت ودي 43 درس انجدي إيهنو زيش ساعات لينو لك هونو كهالا إمامو لا خطبة من بره قدش بولو أذان اسكي مدرق خطبة تشرسو صلاة استجابتو صلاة اسكي متالك عالو جزي وست زمكا كلي متالفنات يميلنا كعصر صلاة بوهالا اسكي صحي تلقات درس يالنو عند التبالو كله هي هلوتنو ليلا أربع عندي على معناتنو عمليتها في شرح البخاري أي أسردتها وذكرتها في شرح البخاري كان مكنياتها تشو إيهنو إيهني الكبتي إيهنو إيالو كلهم تكشات الله الزا في شرح البخاري المعروف بفتح الباري في شرح صحيح البخاري الزلاي ذكريات الله كلهم أقوال وجه قائلات شون سايك أرنو يملوت انجده يمياسي زواهن هي أمت أتأتشو يا حافظ ابن حجر رضي الله تعالى عن كأنهما الأرجح عنده دليلا لساتشو كمرجع أنصار ሁለቱናቸው አርጅሆቹ የሚለውን ያመላከታል ይሄ ሳቸውም ዘንድ ብቻ ሳይሆን ጁምሁሮቻችን አብዛኛዎቹ ዑለማዎች ዘንድ እነዚህ ሁለቱ ቀውሎች ናቸው አርጅሆቹ ማለት ነው የሚያደፉት ከሌሎቹ አቋሎች እንዲያውም ከዚህ ውጭ ያለው ሁሉ ዝም ብሎ ነው درس ያሏሉ ከሁለቱ ደግሞ የመጨረሻዋን እንደዚህ በርካታ ዑለማዎች ያደፋሉ ከአስር ሶላት በኋላ ጻይ እስከመጠልቅ عند أن يشوديه من ذو بزوي مبالو كإمامه من برا كوتش كلا جمره صلاة سكمة تلك صلاة جمعة صلاة إذا ما هكلي متلفنات هلاطم أولش بركاتة هون علماء أشالواشوا إن جديه هلاطون متكم يمتشنال قدم ديال كواشوا ذا خطوة كوتش كلا بس جمره بتلك أذان بحالا ذو دعاء وتشل النادر جنشل ألان እንትኑ ኹጥባ እስከሚጀመር ከዛ ያንን እየጮህንም ቢሆን ችግር የለውም ወንድሞቻችን እንዲያንረብሽ እንጂ ከዛ በኋላ ኹጥባው ግን እስካለ ድረስ ደግሞ እንዴ ድምጽ አልባ የሆነ ዱዓ በሁዱር ይችን ሰዓት በማሰብ ማድረግ እንችላለን ታዲያ ከዚህም የተነሳ ነው ሙንተዚሩላሃ ያልነው ዛ ቅድም ላይ ወሆ ቃኢሙ ይሶሊ ያለው ሰዓቷን በሚገልጹበት ጊዜ የቡኻሪ ሙስሊም ሐዲስ በሆነው وهو قائم يصلي معناتها منتظر لها معناتنا بهلتم بيهون يا انت نايلم لمن منبر قچ كالبس اجمرو سيلو اذا ساعات لا صلاه يلمها اغطائم كوچ جبا سو نو يام ديمو لهلم ميهون ايديلم يا جمعه صلاتهم ديمو كمجمريا ديمو صلاه ما يسجدبت يهنن سلايازا كعصر بحالا اس كمغرب درس ديمو صلاه يسجدم كعصر بحالا من معناتاتشو نو عصر ساقدو ديمو ازا قوش بولو ايهن نمي اقينيو بايهون بطعم كبار سونو كعصر بوحالا يميلو بطعم يكبار دينو ازاو مسجد ساقد يبت بوتالين كسولات وچ ليلا من المكنيات سولي تقبق اي دي اللم ويم اندي زهو بچن يالمهون بلوم اي دي اللم تلا اي مكنيات بطعم ينيا مكنيات وچ بزو سلو هونو بزا سايهون لجمع لي صلاة المغرب جمع مغرب صلاة جمع على مسكر بلو لانتظار معناتهم يهنو كتك أمتا في الصلاة هندي اللانو بلو علنا يا معلتنا يالنوم لزهم منتظر الله يالنوم لزهنو نا بزهنة ملكون الرديو وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف በጣም ይገርማ ሐዲስ ነው ያመጡልን ሰይዱና ጃቢር رضي الله تعالى عنه ማዋቲ ሱነቱ ይላሉ ሱናዋ ተረጋ ሰበተት ማዋት ማለት ያው የተረጋገጠችና ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተረጋገጠች ሱና ነች የሚል ነው አነ في كل 40 فصعدا በي 40 እና 40 እና ከዛ በላይ በሆኑ ሰዎች ሁሉ ላይ جمعة جمعة اللباتشو يميل
ይሄ የሳቸው ሱና ሆኖ ተረጋግጦ ያበቃለት ጉዳይ ነው የተረጋገጠ መንገር ነው አስሱና ማት አጥሪቃ አይ ጥሪቃተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አላህ መልእክተኛ መንገር ሆና የሰበተች የተረጋገጠች ነች ምን ይሚል አነ في كل 40 نفس عيدا 40 እና ከዛ በላይ ዘበታች አይደለም 40 እና ከዛ በላይ በሆኑ ሰዎች ሁሉ ላይ ጁሙዓ አለባቸው ይሚል የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገር ሆና ተረጋግጣለች ይያሉ ነው ያው ምን ማለት ነው መልእክቱ 40 እና ከዛ በላይ ከሆኑ ሰዎች ጁሙዓ ሶላት መስጊድ ያለባቸው ይሚል የነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገር ነው መንገዲያቸው ማለት ያው በኡመቶቻቸው ላይ ግዴታ ያደረጓት መንገር ነች የጁሙዓ ሶላት ግዴታ ናት ብለናል ለአዲያችንም ለምን ሰግደው ሰዎች ብዛትም ቁጥር እየተደረገ ነው በዚህ ሐዲስ ይሄ ነው መልእክቱ ግን አዳረ ቁጥሪን ሲዘግበውታል ቢእስናዲን ضعيف ደካማ በሆነ መስመር ነው የሚሉት ዚህ መስመር ላይ عبدالعزيز ابن عبد الرحمن የተሰኙ ሙሐዲስ ናቸውና እሳቸው አሉበት መስመር ላይ وقد قال فيه الامام احمد اضرب على احاديثه حديثن وديا طالوا درس يا اسم يورو فانها كذب او موضوع بلوال يبال الذ مصطلح الحديث لا انت رجالوج جرح تعديل ما يدرغوبت كتاب لا ازا لا ما يتشال وقال النسائي ليس بثقه بلوا امام النسائي وقال الدارقطني منكر الحديث بلوا الحديث طرو يال هنا نو وقال ابن حبان لا يجوز ان يحتج به بلوا ين سوي عبد العزيز ابن عبد الرحمن يبالوا بإسناد ضعيف التبالو مسمر رأيه يالبت نويه حديث سورانو وإذا عرفت هذا علمت أن اشتراط عدد معين للجمعات بمثل هذا الحديث لا يجوز انجديه لجمعة صلاة عدد شرط نو أئمة وشاتشن يو تلاي أقوال اللاتشو كسرارات بلاي يميه القول بزي زوريا ديغمو كسرارات بلاي أربع ሶስትም የሚል አለ ከዚያም 12 የሚል አለ እንደዚሁ የተለያዩ ቁጥሮችን 14 የሚሆኑ ቀውሎች አሉ ይሄ ሁሉ ጭራሽ ሊሆን አይችልም ነው وقال عبد الحق عبد الحق من رجال انتن من اهل الجرح والتعديل يهونو تعلق امام ناتشوና من بلوا لا يثبت في العدد في العدد حديث ማለትም ሐዲሱን ሶሂሁን ሶሪህ ይህንኑ አባባል ሐፊዛችንም في فتح الباري فتح الباري ላይ እንደዚህ ብለዋል لعدد معين لا يثبت حديث صريح انت صحيحን ሶሪህ ግልጽ የሆነና ጤነኛ የሆነ ሐዲስ የጁሙዓ ሶላት የሚበቃባቸው ሰዎች ከዚህ ቁጥር በታች አይቻለም ከዚህና ከዚህ በላይ ነው የሚል ሶሪህ የሆነ ሶሂህ የሆነ ሐዲስ በፍጹም አይገኝም ነው عبد الحق من ذا يالو نو يهو تعلق عليم ك في او في اوائل القرن السادس 510 كابلا يتولدوا لذيك امه بركاتا احاديثن بماطارات بحديث بفقه بالزهد بتلايو نغروش يمتاوقو تعلق عليم ناتشو عبد الحق سماتشو نو عبد الحق عبد الله عندما الحق من اسماء الله سلو هنا እስታቸው እንደዛ ብለዋል ነው እንግዲህ ሐፊዛችንም ይያሉ ያሉት والذي نقل من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها بجمع كثير ባይሆን ይሄን ያክል ያልተባለ በብዙ ጀማዓ ጁሙዓን እንደሚሰግዱ ነው ከእሳቸው ተግባር የተያዘው ይሄን ታች መጀመሪያ አካባቢ ላይ ወዴፍት ይመጣልና ያልኩ ጠቁሚያቸው ነበር የቀደሙንም ያሆኑንም እንግዲህ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመስጂዳቸው በሳቸው መስጂድ ዙሪያ በመዲና አካባቢ hatta ገጠሩ እነ ዙል ሁለይፋ ሳይቀሩ ወደ 8 የሚሆኑ ዙሪያቸውን አሉ ቁባ መስጂዱ ቂብለተይን መስጂዱ ዚል ሁለይፋ ሌሎችም ነበሩና እነዚያ ሁሉ ሳቸው ዘንድ መጥተው ጁሙዓ እንደሚሰግዱ መግቢያ እዚህ ባብ መግቢያ አካባቢ ላይ ጠቁሚያለሁ ለዚያም ነው ከሳቸው የተያዘው ምን ሐሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንሁ ይሶሊሃ ቢጀምዕን ከሲር ባይሆን ይሄን ያክል
يالتبعلا نو من دين نو هون كذي هم النزو معلت يا ببزو جماعة مسجد يالبات جمعة علماء أتشاتنا كوزن بالوايد يلم للا مسجد سايم ولا للا جمعة كقدمة أتشات عندو عن جمعة ويم تكتا قرانيك كقدمة كقدامي وانا تنجي هلا تنجوا أتبكام كتا قرانيم هلا تاتشوم سيجم رمبان سيوات رمبان دي كهونا أي هون هلا تنبات إلنا تشيالوت كذي يتنسونه كو يساتشو مسجد يا وسطهم وجم يمولانا برنا እንደዛ ሆኖ ነበር የሚሰግዱት በረንዳቸውም ሁሉም ሰንተ ስለሚል ያን ሰዓት ሁላችንም እንደሚገባን እንዲህ እንደሆኑ ተውልዱ በጣም አልተጠለቀለቀም አልበዛም ነበር አሁን በየመስጊዶቻችን በተለይ ጁሙአ በተጀመረባቸው መስጊዶች ሁሉ እንዲያካባቢያችን እንደምናየው እየሞላ መስጊዱ እየሞላ እየተረፈ ነው የሚሰገደው እንግዲህ ይሄን ሁሉ እንደ ዒድ ሶላት እዛ እንደ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ይሰግድ ያልተብሎ አይታሰብም ማንንም እንኳን ኹጥባ ተፊታ ዲያምጦ የሚሰግድ እንጃ መጨረሻ ሶላቱ ላይ ነው መጥቶ የሚሰግደውና የበጣም ተከሉፍ አለበት ሁሉ መስጊዶች መሙላት አለባቸው ጁሙአ የሚሰግድባቸው ቦታ ሁሉ ግን እዚህ ቦታ ያለው ሳይሞላም ደም እንደዚህ በቅርብ አዛኑ የሚሰማበት በተለይ ባሁን ሰዓት ያው ስፒከሩ ሁሉ ተገጥሟል የያንዳንዱ መስጂድ ይሰማዋል በዚያ ሳይሆን ያው ድምጹ ከፍ ባለ ሰው ካለ ስፒከር የሚሰማበት አካባቢ ላይ ሌላ እንዳይቆም ያሉት ከዚህ ከሳቸው ተጨባጭ ተግባር በመነሳት ነውና ይሄን በዛ አይነት መልኩ እንረዳው ነው አዲዱ ሙአየን ለጁሙአ አለ የሚል ሰው ሰሪህ እና ሰሂህ የሆነ እንደማያመጣ ያው እነዚህ ዑለማዎቻችን ተናግረዋል ዞሮ ዞሮ ጁሙአም ሆነ ጀማዓ ተሳታፊ መሆን መቻል አለብን በተለይ ገጠር አካባቢዎችን ይሄንን ምክንያት አድርገን ከጀማዓና ከጁሙአ የተቋረጡ ሰይጣን የተቆጣጣራቸው ሰዎች እንዳይሆኑ ሁላችንም ድጋፍ ልናደርግላችሁ ይገባናል ኢንሻአላህ ደርሳችንን እዚህ ላይ እናሳርፈው አሁንም የዚህ ባመጨረሻ አካባቢ ላይ ደርሰናል አሉን ሐዲሶች እናያቸዋለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ